أهلا من جديد، والآن مع وقفتنا الطبية الرئيسية لهذا اليوم. فالدماغ طبعا يمثل ما يقارب من 2% من الكتلة الإجمالية لجسم الإنسان، لكنه يستهلك 20% من إجمالي طاقة الجسم. وأثبتت دراسات تجريبية أن مكونات الدماغ وسلوكه يتغيران بعد كل وجبة طعام، وهو المتحكم في نوعية الأغذية التي نحب أن نأكلها. بالتالي للحديث أكثر بطبعا هذا الموضوع تنضم إلينا من جدة الدكتورة رميزة اليافعي، استشاري مساعد في طب المخ والأعصاب. وصباحك ورد يا دكتورة رميزة، ما شاء الله، يعني على باب بيتك صح؟ صباحك نور، صباحك نور السرور. صحيح يا مهيرة، صباحك نور السرور أنت وسارة. صباح الورد دكتورة. طيب احنا رح نتكلم على موضوع أكيد يهم كل المشاهدين. احنا دائما نشعر بالجوع، أول شيء يعني نقول في أصوات أنه بطني بتعمل صوت وأكيد أنا جوعانة، بس طلع أنه السبب أو في أغلب الأوقات السبب لا يكون أو الإشارات لا تكون من المعدة بل من المخ. ممكن تحدثينا عن الآلية الشعور بالجوع عند الإنسان كيف تكون؟ ايوه صحيح يا مهيره، دائما بنسمع عصافير البطن بتقرقر بتصوصو والاشياء هذه كلها، وهي فعلا اللي بيحصل يا مهيره داخل الدماغ، انه في عندنا نواه معينه بنسميها الهايبوثالامس او اللي هي نواه ما تحت المهاد. طبعا الهايبوثالامس مهمه جدا، وهي نعتبرها احنا زي السنسور، هي اللي بتحفز، هي اللي موجوده فيها مراكز الجوع، وهي اللي بتحفز الجهاز الهضمي انه يبدا يشتغل. عشان كده احنا وقتها بنحس انه فعلا في اصوات مثلا بتطلع أو أنه بنحس بالجوع. لكن إيش الآلية الحقيقية اللي بتكون؟ إحنا دحين غدة الهايبوثالام أو نواة الهايبوثالامس هذه بتكون فيها مراكز عدة، من أهمها طبعا مركز الجوع، مركز الشبع، مركز التركيز على حرارة الجسم، قد إيش تكون حرارة الجسم. اللي بيحصل فيه ثلاث فرضيات على الأرجح هي اللي بتشتغل، ولكن الأكثر تصديقا أو أكثر فرضية متداولة هي فرضية السكريات اللي موجودة في الدم. بمعنى أنه الهايبوثالامس اللي بتتغذى ب، لو جيت اخذتيها تشريحيا وقطعتيها حتلاقيها بتنزف دم مره كثير. ليش الدم بيغذيها بشكل كبير؟ مو فقط لانه هي بتحتوي على المراكز الحيويه، ولكن لانها هي بتكون الميزان لمكونات الدم. فاول ما يقل نسبه السكر او تقل بعض الاسينشال فيتامينز والامينو اسيدز، هذيك الساعه بتبدا هي تتحفز، تحفز مركز الجوع، وهو بدوره يقوم يكلم الجهاز الهضمي انه يبدا يشتغل ويفرز هرمونات الجرلين والليبتين والهرمونات الموجودة داخل المعدة. كمان حاجة مهمة برضو مهيرة نعرفها عن الهايبوثالامس، إنها كمان من ضمن الفرضيات هي الحرارة. يعني إيش؟ لما تقل درجة حرارة الجسم أقل من 35 بتزيد نسبة الشهية، والعكس تماما أول ما ترتفع درجة الحرارة في حالات السخونة وكذا بتبدأ نفقد شهيتنا للأكل. فكل هذا هو المسؤول عنه السنسور الرئيسي أو الجهاز المتحسس داخل الدماغ اللي هي النواة ما تحت المهاد. ايوه. طب اذا الدماغ هو المسؤول عن هذا الموضوع، هل في طريقه انه الواحد يخدع فيها الدماغ بحيث انه ما يحس بالجوع؟ شوفي ساره، في حكايه انه نخدع الدماغ هنا، هذه خليني اقول لك شيء اللي هي من ضمنها الاشياء الاحساس بالفولنس. يعني ايش؟ هدفك انك تحسس المعده انها هي اتعبت، لانه الستريتشنج والفولنس اللي بيحصل او الاكتفاء اللي بيحصل داخل المعده بيؤدي لحاجه اسمها فيدباك ميكانيزم، طيب، او امر اوامر راجعه بتوقف مركز الجوع وبتحفز الساتيتي سنتر او اللي هي مركز الشبع. هنا خليني نقول لك انه مثلا خلال الوجبه، طبعا اول حاجه من ضمن الاشياء المهمه اللي هي مضغ العلكه او اللبان، هذه من الاشياء اللي بتعمل بتدخل اير كثير وفي نفس الوقت بتعمل سودو او فولنس للمعده ولكنه كاذب. هذه واحده من الاشياء. الشيء الثاني، وطبعا هذه اذا كانت على المدى الطويل حتاثر على المكونات والفيتامينز الموجوده في الجسم. الشيء الثاني طريقة أخذنا للأكل، يعني مثلا ما نبدأ بالأكل الدسم على طول، ممكن إحنا نبدأ بالسلطة والشربة بحيث أنه نعمل فولنس للمعدة وما نطلب أكثر بعدها. فأنت كده ممكن أنت تحافظي على مستوى وزنك وفي نفس الوقت تكوني اتماشيتي مع آلية الدماغ أو الهايبوثالامس ومركز الجوع. طيب دكتورة، هناك أيضا يعني خاصة الأطباء الحمية دائما بيطلبوا أنه الشخص يمضغ ببطء، لأنه فعل الإشارات من المعدة إلى المخ تستغرق 20 دقيقة من أجل إيصال معلومة أنه خلاص وصلنا لمرحلة الشبع. أولا هل هذا صحيح؟ وكيف تتغير كيميائية الدماغ أو نوع الإشارات اللي تعلن أنه خلاص يعني وقفوا أكل؟
هو شوفي مهير، حكايه انه قد ايش التايم على الارجح فروم زي ما تفضلتي من 20 ل 25 دقيقه، فعشان كذا يقول لك كل ما انت اخذتي وقتك الكافي خلال اخذك للوجبه ومضغتي بشكل جيد، انت هدفك طبعا بتحفزي هذه الهرمونز والافرازات انها تطلع، وفي نفس الوقت في المعده، وفي نفس الوقت بتعطي وقت للدماغ انه يبدا يستقبل فعلا هذه الاشارات اللي بتطلع من المعده، غير لما واحد ياكل في 5 دقائق هتخليه انه ما يعني يحس بالشبع بشكل مفاجئ، لكن يرجع مره ثانيه يطلب الاكل اكثر من مره. هذا شيء. الشيء الثاني حكايه انه قد ايش الوجبه اللي انت بتاخديها ويعني قد ايش هي مكوناتها، هذا الشيء الاهم يا مهيرة. انت اذا كان في مكونات الفيتامينز، الدهون، السكريات بشكل كافي، هنا حتحصل مرحلة الاكتفاء والشبع، لكن اذا كان فيها نقص لهذه المحتويات اكيد ما حتحصل، ما حيتحفز زي ما اتفقنا الفيدنج سنتر، ودائما الواحد حيكون عنده حالة البوليفيجيا اللي هي بيصير يطلب الاكل مره واثنين وثلاثه. بتقولي كلمات صعبه اليوم يا دكتور. ما ادري ايش طالعه دكتوره اليوم كده يعني. في شي 5 كلمات صعبه اليوم. طيب دكتوره رميزه، انت يعني كلمنا كمان في البدايه يمكن عن فرضيه اللي هي انه نوعيه الاكل اللي بناكله بتاثر كمان في سلوكنا حتى، فهل يعني مثلا انه في اكل بيخلينا عدوانيين مثلا او اكل بيخلينا طيبين؟ شوفي سارة، هذه يعني هي واحدة من الملاحظات اللي لوحظت خلاص. نعم. وأكثر شيء كان موجود في الأطفال، يعني لاحظنا هذا الشيء طبعا غير التجارب اللي هي على الفئران، لأنه أساسا المراكز هذه كيف تعرفت إلا من الفئران، كانوا بيحفزوا مراكز معينة وبيشوفوا سلوك الفأر وقتها إيش بيعمل. إحنا طبعا أتلاحظ هذا الشيء على الأطفال، وخصوصا اللي يبدأوا يأكلوا حلويات كثير وبشكل غير مقنن. طبعا الهدف مو بس من الشوكولات نفسها أو المواد اللي موجودة، بالعكس أحيانا تكون مفيدة، لكن المواد الحافظة اللي تكون داخلها هي اللي بتأدي إلى يعني بشكل غير مباشر نوع من التحسس في الجسم، بتظهر بتغير كيميائية الدماغ وبتخليه للعدواني أكثر. هتقولي لي إيش هي المواد اللي بتفرز تخلي الشخص عدواني؟ هنا ما حنقدر يعني نعددها، لكن نقدر نقول إنه تختلف مستويات النواقل العصبية اللي موجودة، ومن أهمها زي ما نذكر دائما السيروتونين اللي يكون مسؤول عن المزاج ويكون مسؤول عن العصبية، لما يكون الواحد في عنفوان أو عدوان، فهذه أو عدوانية، هذه هي التغييرات اللي بتحصل أحيانا لما الواحد بيأكل أكل غير صحي. احنا لازم نركز انه غير صحي يعني غير محتوي على المكونات الرئيسيه، احيانا يكون محتوي لكن مليان بالدهون والمواد الحافظه. نعم. طيب دكتوره، في كثير من الاحيان الواحد ما يكون جوعان، بس لما ينزل الاكل يبدا يحس بالجوع، او يكون يتفرج مثلا في مسلسل وفجاه يطلع اعلان عن شوكولاته ولا اكل وفجاه برضه يجوع. الى اي مدى يعني هذه العوامل البصريه كمان تؤدي لاحساس الشخص بالجوع، وانه بتعمل تريك للدماغ وتخليه يشعر بالجوع رغم انه يعني جسمانيا او جسديا هو اصلا مش جوعان؟ صحيح، سؤالك مره ممتاز يا مهيره. ليش؟ لانه انت هنا بتشتغلي على الذاكره البصريه. حتى في البدايه لما قلتوا انه في اكل نحبه واكل ما نحبه، على اي اساس بيبنى هذا الشيء؟ ليش شهيتي تنفتح لما اشوف اكل احبه حتى لو انه مو قدامي، ومرات حتى ما اكون شميت الريحه مثلا هو بينطبخ، الى انه ما زالت شهيتي بتنفتح لهذا النوع من الاكل؟ هي الذاكره البصريه اللي هي بالذات الاوربيتو فرونتال اللي موجود في الناصيه، هو اللي يكون مسؤول عن يكون في بصمات معينه داخل الدماغ لهذه النوعيات من الاكل، يصير مجرد ما انت تشوفيها على طول يشتغل البابيت سيركت وتبدا نفتكر ريحتها، نفتكر طعمها، نفتكر كل الاشياء وكانها فعلا حاضره قدامنا. أيوة. فهذا برضو من الاشياء المهمه للدماغ. طيب من وظائف الدماغ اللي زي ما تفضلتي انه كيف بتشوفي الشيء وفي نفس الوقت تشتهي. أيوة. ممكن انت ما يكون قدامك. نعم. طب احنا شايفين قدامك الان طبعا انواع مختلفه من الاطعمه، يمكن هذا حيحفزني انه اسالك سؤال مهتمين فيه كل اللي هنا موجودين. انت قلتي انه الحلويات ممكن تخلي الشخص اكثر عدوانيه، ايش في اكل مثلا يهدي الانسان ويخليه كده رايق والحياه مبتسمه، غير انه يتابعنا طبعا في صباح العربيه؟ والحياه كمان حلوه ومبتسمه. أيه. يا سلام عليك. طبعا صباح العربيه هو اول شيء، هذا بالضبط. برافو عليك. حياكلونا بس كده يفكروا انه احنا رح الأكل، بس اتفرجوا علينا. لا ما عليكي.
وعليك. ثاني حاجة يا سارة، كوب القهوة الصباح اللي هو طبعا هذا محبوب الجماهير، كوب القهوة الصباح وكمية جدا بسيطة من الأشياء اللي جدا تخليكي يعني أدائك الذهني أفضل، وفي نفس الوقت اللي بيتحسن المزاج. وطبعا لا ننسى قطعة من الدارك شوكليت كمان حتكون جدا مفيدة وتروق المزاج وتقلل العدوانية. أيوة. هنيجي لكوب الحليب، ممكن أنا أشرب القهوة ما أبغاها سادة، ممكن أشربها بالحليب. كوب الحليب جدا مهم لأنه الفيتامين دي بلس اللي هم السي اللي موجودين والكالسيوم، كل هدول مهمين جدا للنواقل العصبية داخل الدماغ، وبتصير التفاعلات وكمان بتحمينا من الألزهايمر وأمراض أخرى مثل تصلب اللويح، لأنه صار في علاقة فعلا مباشرة ما بين نقص فيتامين د والألزهايمر. نيجي للمكسرات، أحيانا بنشوفها شيء مرة بسيط وممكن ما ناخذ لنا جرعتنا خلال اليوم، إلا أنها فيها الفيتامين إي واللي هو مهم للأعصاب الطرفية، بالتالي ما أحس بالتنميل، الخدران، كل هذه الأشياء اللي ممكن تكون من الفري راديكالز اللي موجودة بتتأثر وبتحسنها. لا ننسى كمان الشوفان والهول جرينز اللي تكون موجودة في الخبز الأسمر، هذه كلها من الأشياء المهمة للدماغ. وطبعا لا ننسى دائما بنذكر السردين والتونة والأوميجا 3، كمان السبلمنت من الأوميجا 3 من الأشياء اللي جدا مهمة. أيوة. نيجي يا سارة لي طب كل هذا تقولي لي خضار وفاكهة وكذا، طيب ما في لحوم؟ اللحوم برضها مهمة ولكن بجرعة جدا، خليني أقول لك مرة إلى مرتين خلال الأسبوع، عكس التونة والسردين لازم إنه نزود جرعتهم خلال الأسبوع، لأنه هذه مهمة للبي كومبلكس كلهم، بستة ب12 ب9 كلها مفيدة لخلايا الدماغ وللأداء الذهني والتركيز. فهذه وجبات سريعة كذا أو عناصر سريعة للدماغ، وكل واحد يسويها زي ما يحب. ايوه طيب، طيب اولا يعني نتمنى احنا يمكن فطور شهي، ما اعتقد حتفطر على اللحمه اللي قدامها، بس ان شاء الله. بس احنا متعودين احنا اللي نفطر، فيعني هي اول مره احنا بنفطر سمك واشياء زي كذا، برضو غريبه على المشاهد. على العموم طبعا احنا بنشكرك على وجودك معنا وعلى استضافتنا عندك طبعا في البيت، كانت معنا من جده الدكتوره رميزه اليافعي، استشاري مساعد في طب المخ والاعصاب. شكرا لك يا رميزه. شكرا.